على طريقة كيفية حل مشكل حساب خاص تيك توك، نقوم بضغط على ضبط الإعدادات، ثم سنقوم بضغط على تطبيقات، وبعدها سنقوم بنزول إلى الأسفل والضغط على تيك توك خاص بكم، ثم سنقوم بضغط على إيقاف الإجباري، بعدها سنقوم بضغط على الموافقة، من ثم سنقوم بضغط على مكان التخزين، بعدها سنقوم بالضغط هنا على مسح تغسيل مؤقت، ثم سنقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سنقوم بالذهاب هنا إلى متجر جوجل، بعدها سنقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، ثم سنقوم بالذهاب إلى عفوا هنا سنقوم بالبحث عن تيك توك خاص بكم، عندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم تيك توك. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في